مشاهدينا في كل مكان بنرحب بحضراتكم، وما زالت لقاءاتنا مستمرة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته 44. واحنا بنتكلم على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الحقيقة لازم نتكلم عن خلينا نقول الجندي وراء أن المهرجان يخرج بهذا الشكل في هذه الدورة تحديدا. لقاءنا النهاردة مع واحد من أهم نجوم الفن المصري اللي بيعتبر القوة الناعمة لنا، وجهة من وجهات مصر المشرفة جداً، الفنان الكبير حسين فهمي. منورني. أهلاً بك يا فندم، أنا متشكر جداً على هذه المقدمة. شكراً لحضرتك يا فندم. يا خليل، في البداية أسألك عن نسخة 44 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مختلفة بكل المقاييس. حضرتك من البداية كان ليك رولز، كان ليك قواعد محددة، يمكن مش كل مرة بيبقى فيه وضوح بهذا الشكل، فأنا عايز أعرف من حضرتك في البداية كنت مصر على أنك تظهر إيه؟ كنت مصر أنه المهرجان يخرج بأي شكل؟ أولاً أحب أشكر حضرتك لوجودي معاكي ووجودي مع القناة الأولى المصرية، فأنا سعيد بهذا. أنا كان يهمني في الحقيقة في الأول خالص نسبة المشاهدة، دي كان التارجت بتاعي من الأول، إزاي نسبة المشاهدة تبقى زايدة في المهرجان، إزاي أن أكتر عدد ممكن من الطلبة في المدارس، طلبة الجامعات، طلبة المعاهد الفنية، أكاديمية الفنون، طلبة معهد السينما، يبقى دي النسبة الكبيرة المشاركة في المشاهدة، وده كان التارجت بتاعي. والحمد لله وصلنا إن احنا النهاردة في نفس عدد الأيام اللي مر بيها المهرجان في دورات سابقة احنا معديين بنسبة كبيرة جدا، وفي نهاية المهرجان هعمل أسيسمنت، هعمل تقييم كامل لنسبة المشاهدة وهعلنها للناس كلها، وده كان هدفي الأولاني. الهدف الثاني هو الارتقاء بصورة المهرجان، لأن احنا مهرجان درجة أولى، احنا كاتيجوري A بالنسبة للمنظمة الدولية للمهرجانات اللي هي الفياب، فيدراسيون انترناسيونال دي بروديكتور. احنا بالضبط في هذه المنظمة 14 مهرجان دولي اللي هم درجة أولى، بيسموهم كاتيجوري A، يعني كان، برلين، سان سباستيان، فينيس، القاهرة، موسكو، يعني دي مهرجانات اللي هي بتعتبر الأولى في العالم، فلازم نحافظ على هذه القيمة ولازم نبقى من الأوائل، يعني لازم دايماً يبقى المهرجان القاهرة له أتراكشن معين، له فليفر معين، له الطعم الخاص بيه. إحنا في القاهرة، إحنا مدينة عظيمة، تاريخ عظيم جداً المصري، فبالتالي ده كان دايماً هدفي، إزاي إن إحنا نبقى عامل جذب للسينمائيين اللي موجودين في العالم، وده حصل السنة دي. يعني كل الرياكشنز اللي عندي من جميع الضيوف اللي جايين لنا من جميع انحاء العالم، في ناس جايه لاول مره، في ناس بتيجي باستمرار، فالرياكشن كويس جدا ومتميز يعني الحمد لله لغايه دلوقتي. طيب حضرتك شايف انه نسبه المشاهدات ليه زادت المره دي؟ زادت لان الافلام جيده جدا، اختيارنا للافلام كان موفق السنه دي، العروض بتقام في مواعيدها، فبالتالي الناس ابتدت تحترم ميعاد بدايه العرض، تحترم المكان اللي هي متواجده فيه. عندنا سينمات في انحاء العاصمه الى جانب دار الاوبرا اللي هي المركز الرئيسي للحدث نفسه، افلام مهمه جدا مشاركه في المسابقه الدوليه، افلام خارج المسابقه لكن ليها قيمه اتعرضت في مهرجانات تانية. عندنا حوالي 4 افلام بتعرض لاول مره، عرض اول، من ضمنها الفيلم المصري. صحيح. احنا في الحقيقه يعني بنعمل دورة أنا شايف إنها متميزة، عودة مهمة جدا بالنسبة لي، فكان لازم تبقى بهذه القيمة. إحنا في حفل افتتاح ما كانش عندنا ضيوف أجانب، لكن عملنا حفلة مصرية صميمة رائعة، إحنا شفناها كلنا، هي عودة منتظرة كمان الحمد لله. ما يبقاش بس يعني الناس ما تصدمش يعني، كان لا كل أبدا بالعكس، إحنا في العودة بنتخض ممكن، إحنا شوية زي ما كنا بنتكلم أنا وحضرتك قبل ما نسجل، إحنا شوية بنحب النظام لكن ما بنحبش نعلنه، يعني هي. بيحب يبقى فيه نظام، وبننتقد جدا لما بيكونش فيه نظام، أو بننتقد لما بنشوف حاجة غريبة علينا. بس في نفس الوقت بنستغرب لما يكون فيه نظام معلن أو قواعد معلنة ومحددة وموضوعة. طيب عايز اعرف كمان من حضرتك، احنا في افلام كتير قوي، حوالي 97 فيلم من حوالي 52 دوله، اكتر من 100، صحيح، يعني افلام كتير جدا، من 52 دوله، افلام كتير جدا ومختلفه، وانا عارفه ان حضرتك بتكون قائم كمان على اختيار هذه الافلام. من عندنا لجنه اختيار بالظبط، لجنه مشاهده، لكن انا سافرت مهرجان كان، جبنا افلام من هناك، سافرت فينيس جبنا افلام تانية من فينيس،
وبعدين طلبنا من المنتجين كتير انهم يشاركوا معنا في افلام جات لنا. واحب اقول لك ان في افلام فضلت مهرجان القاهره عن مهرجانات اخرى، ودي ميزه كبيره جدا. ده لازم اعرف لحضرتك، ده الجذب اللي انا كنت بدور عليه، ازاي مهرجان القاهره يبقى قوه جذب الناس تفضل انها تعرض افلامها في مهرجان القاهره عن مهرجانات تانية. وبعدين ما تنسيش ان فيلم الافتتاح الفلامبوينز ده من ستيفن سبيلبرغ، وستيفن اصلا صاحبي، ده اول عرض في الشرق الاوسط وافريقيا، من اهم المخرجين طبعا. والعرض مواكب بيوم افتتاح المهرجان يوم 13، كان مواكب عرض الفيلم في الولايات المتحده لاول مره يعني. طب ودي طبعا دي نقطه هاي. انا شايف انه كان تميز كبير جدا بالنسبه لنا. كان في موضوعات محدده كنتوا حريصين ان هي تكون موجوده للافلام اللي بتختاروها ان هي تشارك في مهرجان القاهره؟ احنا جايبين افلام من جميع انحاء العالم، عندنا من امريكا الجنوبيه، عندنا من شرق اسيا، عندنا من الشمال فنلندا وغيره، عندنا من بولندا، عندنا من اوكرانيا كمان يعني. فاحنا اولا مهرجان غير سياسي، احنا لم نسيس المهرجان على الاطلاق، مع ان في مهرجانات تانية سيست المهرجان بتاعها، وانا يعني قلت ان ده مش صح يعني. المهرجان لازم مهرجان فني اولا مش سياسي. فعندنا افلام من جميع انحاء العالم الحقيقه يعني، وثقافات مختلفه جدا، ودي اهم نقطه اعتقد لازم تكون موجوده في ثقافه المهرجان بشكل عام. طيب حضرتك توليت رئاسة المهرجان من 98 ل 2001. مظبوط. والنهارده احنا 22، ايه اللي اختلف؟ يا خبر كتير قوي. كتير. بس حضرتك ما شاء الله زي ما انت. لا 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 خالص، انا نفسي اختلفت يعني. لا لا كله اختلف، التكنولوجيا اختلفت خالص يعني. احنا كان بيجي لنا افلام في ريلز كده زمان 12 علبه صفيح، هم دول يروحوا بروجيكتور قد كده، دلوقتي الفيلم بيجي لنا خلاص يعني كله لا وبيجينا بعض احيان بتجينا عن طريق الساتلايت افلام يعني. الفيلم مش موجود خالص، مش موجود في مصر يعني، لما بيتعرض في ميعاده في التوقيت المناسب. التكنولوجي طبعا بقت حاجه هايله. انا برمم فيلمين، وقررت ان كل سنه المهرجان يرمم فيلمين من الافلام المصريه القديمه عشان نحافظ عليها، لان الفيلم ابتدى يتحلل مع القدم، فبنحوله الى ديجيتال، وبالتالي بينضف خالص، بيرجع كانه طالع لسه من المعمل يوم ما صوروا الفيلم يعني. طيب في اكيد في تحديات او تشالنجز واجهت حضرتك، ايه هي التحديات دي؟ التحدي الاكبر كان الميزانيه. المهرجان بيتطلب ميزانيه عاليه جدا، لان عندنا ضيوف جايين من جميع انحاء العالم، عندنا فندق موجودين فيه، عندنا امكانيات كتيره جدا، عندنا عربيات لازم تحرك الناس يعني. لو تعرفي مثلا حضرتك ميزانيه مهرجان زي مهرجان كان بتتعدى ال 50 مليون يورو. شركات كتيرة جدا بتشارك، رجال أعمال بيشاركوا، وسبونسرز كتير من ضمنهم مطار نيس مثلا من ضمن السبونسرز للمهرجان. طب احنا ليه ما عندناش نفس المشاركة؟ ما عندناش نفس الكونسبت، وبحاول ان انا اوجده يعني. رابطة سويه تاكسي، الرابطة نفسها سبونسر، الفنادق سبونسرز، الرستورانات المطاعم كلها سبونسرز يعني، عندهم قدرة انهم يجمعوا. فانا نفسي في يوم من الايام ان مدينة القاهرة تبقى بكل امكانياتها تبقى سبونسرز. احنا عندنا سبونسرز هايلين، الدولة بتشارك بشكل كبير جدا، عندنا كمان سبونسرز كبار، بنك مصر نمرة يعني هو الراعي الرئيسي للمهرجان، عندنا شركات كتيرة جدا مش عايز اذكر اسمها يعني عشان ما يبقاش اعلان ودعاية. لا وبعدين ليا اصدقاء كثيرين جدا تعاونوا في انهم يبقوا رعاه للمهرجان بدون مقابل، ولا عايزين يذكروا اسمهم ولا عايزين يذكروا اسامي شركاتهم، عايزين بس يكونوا مشاركين يساعدوا المهرجان في اقامته. فهي الميزانيه هي دايما بتبقى التشالنج الاكبر يعني، التحدي الاكبر هو ازاي نقدر نعمل ميزانيه كبيره عشان نقدر يعني نقيم مهرجان قيم يعني. طيب كان في جدلين بقى دايرين عن هذه النسخة من مهرجان القاهرة، أولهم الجدل الدائر عن فكرة الدراس كود أو اللبس المفروض الفنانين يكونوا متواجدين بيه، وأيضا في أنه كمان في أفلام كانت بتعرض فقط للنقاد والصحفيين. أيوة طبعا، ما أصل في ناس متخصصين وجميع أنحاء العالم كده يعني، في أي مؤتمرات حتى بيبقى في متخصصين، انما الافلام اللي بتعرض للنقاد والسينمائيين افلام احنا شايفين انها تهمهم اكتر، ممكن جدا ما تبقاش
تجارية. أنا شفت كده في العالم بعض أحيانا في أفلام الناس بتقوم من صالة السينما بتقوم تمشي يعني. بيطلق عليها أفلام المهرجانات؟ لا مش مهرجانات قوي، بس هي أفلام فيها يعني تخصص أكتر للسينمائيين، فبتبقى مهم جدا إن أنا أعرضها عليهم يعني. في أفلام كمان إحنا مهتمين جدا بطلبة معاهد الفنية، أكاديمية الفنون، طلبة معاهد السينما، عاملين لهم أسعار خاصة، تذاكر معينة عشان ييجوا يحضروا، والنسبة عالية جدا في الحضور يعني. دريس كود بقى، نمسك الدريس كود. أنا لما بروح مهرجانات بره بشوف دريس كود. أنا شفت السنة دي في فينيس المصورين بيلبسوا سموكينج، مصورين بيلبسوا سموكينج، ها؟ سامعين؟ في مصور داخل لابس سموكينج ولابس جزمة كاوتش، قالوا له لا اتفضل مش هتخش، جزمة كاوتش. يعني أنا ما بطلبش المستحيل يعني، أنا بقول بس نبقى شكلنا كويس مهذب. هو ده اللبس الرسمي اللي موجود، ولما الناس صحيح. لما الناس في الافتتاح كانوا لابسين، احنا شفنا الصورة الشكلية يعني. صحيح، في الآخر المهرجان بيمثل مصر زي ما حضرتك قلت، مهرجان رسمي، صورة مشرفة طبعا. وبعدين دايما لما يبقى في مضمون قيم لازم الشكل يتواكب مع المضمون، احنا درسناها كده في الفن، الشكل يمشي مع المضمون. صوري حضرتك عندك مضمون قيم جدا، دكتور مهم جدا بيقول كلام رائع جدا، جاي لك مش حالق دقنه ولابس مبهدل، يعني الشكل ده مش ماشي مع المضمون طبعاً ده، والمظهر مهم، بالتالي بيأثر فيه يعني. صحيح، والعكس كمان طبعا. لو احنا عايزين يبقى عندنا او نخلي حسين فهمي as a concept، بمعنى ان يكون عندنا فنانين مثقفين، يكون عندنا فنانين وجهات مشرفه فعلا لمصر، طبعا احنا عندنا فنانين كتير طبعاً. جدا اقصد ان احنا عايزين نعمم الفكره، بدل ما يكون 5-6 يبقى كتير طبعا. حضرتك بالفعل حالة مش بس فنية يعني، ما كنا بنتكلم وقت ما حضرتك كنت رئيس المهرجان في الفترة من 98 ل 2001، الناس دايما بتقيس نجاح أي دورة بعد كده بالفترة اللي حضرتك توليت فيها رئاسة المهرجان. عايز أعرف من حضرتك إيه الـ يعني خلينا نقول الشخصية إزاي بنتها، كنت حريص في إيه إنه يكون موجود في حسين فهمي، اشتغلت على ده إزاي؟ ثقفت نفسي يعني. أنا الأول أهلي وجهوني للثقافة، كان عندنا في البيت دايماً في إنسايكلوبيديا، وكان لما كنت بسأل أي سؤال لوالدي أو والدتي بيقولوا لي إيه، افتح الإنسايكلوبيديا. لما فتحت الموسوعة، فلما كنت بفتح الموسوعة بشوف حاجات تانية يعني، بدور على حاجة معينة بس بتفتح لي مجالات أخرى، فابتدت مداركي تتسع. فأنا بشوف إن الثقافة مهمة جداً، والتعليم حاجة والثقافة حاجة طبعاً. إحنا بنتعلم، لكن الثقافة شيء إن الإنسان يثقف نفسه. واستمريت لما دخلت معهد السينما، كنت أقعد أدور على المجلات الفنية، أدور على الكتب اللي تهمني، نروح المكتبات كان في كتب ما بتبقاش موجودة، ندفع فلوس مقدماً عشان نجيب الكتاب ويجي لنا من أمريكا ولا يجي من أوروبا. كان في مجلة سينمائية اسمها سايت أند ساوند كنا بنشترك فيها كطلبة، كان طالب واحد يشترك نلم الفلوس نجيب مجلة واحدة كلنا نقراها. كان في زملائي نادر جلال، محمد عبد العزيز المخرج الكبير، فكنا كده بنهتم، سمير فرج، محسن نصر يعني، ونجيب مجله واحده كلنا ندفع فلوسها يعني، مثلا تبقى 8-6 دولار ولا حاجه، 100 كل حاجه يحط دولار ونبعت نجيبها، ولما تيجي نلفها علينا. فكده يعني كده علمنا نفسنا. وبعدين لما سافرت امريكا اتعلم هناك، وكنت بلاقي مثلا واحد من ضمن النقاد كان اسمه كولين يانج، كان رئيس القسم بتاعي، فقلت له انا بقرا لك من وانا كذا، ومعهد مهتم جدا. من هنا نقدر المدارك تتوسع، القراءه مفيده جدا، المشاهده مفيده جدا، فانا بطلب منك. وبعدين اللغه مهمه جدا، لان كل المجلات النهارده بالانجليزي، كل الكتب مكتوبه بالانجليزي، لغه اساسيه التواصل. فأنا بقول لأي حد لازم يتعلم لغة مهمة جدا زي الإنجليزي، لأن دي متواجدة في كل حتة، هتفتح مداركه لكل حاجة. أخيرا وللأسف هقول أخيرا، حضرتك هتبتدي تشتغل على إيه؟ يعني خلاص يوم الثلاث إن شاء الله آخر يوم لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أتخيل إن حضرتك هتشتغل من يوم الأربعاء، هتبتدي تشتغل من يوم الأربعاء للنسخة اللي جاية. هتصدقيني لو قلت لك إن أنا بشتغل من وأنا واقف على الخشبة والستارة بتقفل وبقول هعمل إيه السنة الجاية؟ لا هصدقك أكيد. صدقيني كنت بعمل كده. هعمل إيه السنة الجاية؟ ده إذا كنت موجود يعني، الله أعلم. لا طبعًا إن شاء الله بإذن الله. عايز تغششني ولا مش هتغششني؟ هتعمل إيه؟
مش هتغششني. لا مش هغششني. على اي حال طبعا انا سعيده جدا جدا ان انا كنت مع حضرتك النهارده، والف مبروك على نجاح المهرجان. أشكرك. فعلا كان يعني صوره مشرفه، وجهه مشرفه جدا لمصر. بشكرك جدا نجم الكبير. شكرا. شكرا.